السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم النهاردة هنشوف نفتح الشحنة الضخمة دي اللي جاية من نون، والشحنة دي جاية من أمريكا لموقع وي إج أو نيو إج. نيو إج دي جاية من أمريكا نشوفها، ودي جاية من نون. نشوف الكرتونة ما شاء الله كبيرة يعني مليانة حاجات. يا ترى فيها ايه دي كلها؟ خلينا نشوف. ما شاء الله ما شاء الله، رجو كرتونة كبيرة ازاي؟ جايب لي اكياس هوا. ده كله عشان ايه؟ ده كله ده كله ايوه. كل الكرتونة دي عشان الحاجات دي، حاجات بسيطة وخفيفة. معرفش كل ده طبعا دي فكيكة كده غريبة أوي. دي لزقة بتبنى عشان بتتحط على العربية السيارة، يعني لو ممكن تحس السيارة كده تلزق في أي حتة، تلزق من هنا كده وتحط أنت الموبايل اللي هنا عليها يمسكها، يعني حتى لو دي واقفة كده الموبايل يتحط كده يفضل واقف. مفاتيح موبايل لازقة يعني، وتفضل الحاجات لازقة عليها، ساعة موبايل مفاتيح الحاجات دي جميلة. عملية يعني بتنفع في السيارات، تلزقها في السيارة يعني. لو قربنا شوية كده اهي، شوف كده هنا تلزقها كده في السيارة مايلة، حتى لو واقفة تلزق عليها الموبايل مفاتيح كاردك من هنا اهي، تزعلها الساعة سلك أي حاجة يعني. هي كويسة الصراحة وسعرها رخيص. دي بقى ايه ده كله؟ دي ايوه دي شمسية بتاعت سيارة، بس كبيرة أوي يعني. كنت مفكر إنها أكبر من كده. طبعا فيها اللزقات دي تحطها السيارة على الشباك تلزقها وتنزل، معرفش لكن طويلة، تلات مقاسها كبير يعني، كبيرة عن الشباك أعتقد يعني. أعتقد دي تركب يا قدام يا ورا بقى، في السيارة من قدام يا ورا يعني. الشمسية تطلع وتنزل المنتزع المنتزع بعدين، ويلون ده شاحن بتاع البند 3 في الشاومي. ملا مش عاوز يطلع لي من بره. ده الشاحن بتاع الساعة دي شاومي بند 3 دي، لسه هنجيب بند 4 من وراكوا، لسه نازلة جديدة.
اللي شاومي باند السي دي. طبعا دي ساعه ديجيتال بتبين لك الساعه وتبين لك تحطها تلبسها تبين لك نبض القلب، ولو وتمشي تعدي لك الخطوات والسعرات الحراريه، وده الشحن بتاعها بتفك الوش من هنا ده وتدخله في الشاحن هنا وتشحنه هنا. ده شاحن ليها تجيبه يعني احتياطي اضافي. وده نشوف بقى الشحنه بتاعت اللي جايه من امريكا دي بقى. ماشي.